Hey. Welcome to Istanbul. Thank you so much. استقبال الفنان العالمي سعد المجرد في أولى حفلات رحلة الشرق الأوسط في تركيا. ونقول صباح الفل على احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناة نجم العاصمة، شرفتوني ونورتوني. تعالوا نخش في رحلة حفلات الشرق الأوسط للفنان العالمي سعد المجرد. Hey, welcome to Istanbul. سريعا كده للي ما يعرفش، رحلة الشرق الأوسط للفنان سعد المجرد هي عبارة عن مجموعة حفلات بداية من اسطنبول تركيا ونهاية بمصر شرم الشيخ. وبمناسبة شرم الشيخ، استنوا الفيديو اللي بعد الفيديو ده على طول عشان هقول لكم السبب الحقيقي والرئيسي لتواجد سعد المجرد في مصر شرم الشيخ، عشان الموضوع ده حصل فيه جدل كتير وفي ناس كتير ما تعرفش سعد المجرد جاي مصر ليه او عشان ايه. هم مفكرين ان هي حفلة عادية، ولكن هي حفلة وراها سبب كبير جدا خلى المنظمين في مصر يتفقوا مع الفنان سعد المجرد عشان يجي يعمل حفلة هنا في شرم الشيخ. هقول لكم ايه السبب الرئيسي بس في الحلقه الجايه. خلينا في موضوع حلقه النهارده، وهو لحظه استقبال الفنان سعد المجرد في اسطنبول تركيا، والاستقبال كان عامل ازاي وشكله ايه. اولا، سعد المجرد طبعا استقبلوه في المطار بكل ترحيب، باستقبال يليق بالنجوم العالميين زي المعلم. طبعا احنا كلنا عارفين سيرة سعد المجرد الطيبة وحبه للناس وحب الناس ليه في العالم كله، الموضوع كبير. استقبال فاخر بصراحة، استقبال نجوم عالميين. استقبلوه بالورود، وطبعا الوفد اللي كان في انتظاره كان وفد كبير جدا من المنظمين في تركيا، واغاني سعد المجرد كانت شغالة طول رحلة الاستقبال، ولحظات الاستقبال كانت جميلة فعلا وشيك، حاجة كده عظمة تليق بنجمنا المفضل الفنان سعد المجرد. تاني حاجة بقى، اللي استقبله في المطعم عنده، طبعا اشهر مطعم في تركيا ويعتبر في العالم كله، مطعم الشيف بوراك، الشيف العالمي اللي عامل شغل جامد جدا ومشهور عالميا. وتعالوا نشوف الاستقبال كان عامل ازاي. هو ده الاستقبال الصح لما شيف عالمي يستقبل نجم عالمي. الشيف بوراك ليه مكانة كبيرة قوي في العالم كله، من ناحية طريقته في الاكل كده وتقديمه للاكل والشرب، والفنان سعد المجرد ليه طريقة مميزة ومحبوب عالميا، فكان لازم الاستقبال يكون فاخر وملعيار التقيل. وده كان باختصار استقبال الفنان العالمي سعد المجرد في تركيا، تحديدا اسطنبول، عشان معاد حفلته غدا يوم 25 ان شاء الله. فالنهاردة هيكون في بروفات وتحضيرات لحفلة بكرة في تركيا اسطنبول. استنوا حفلة النجم سعد المجرد في تركيا بكرة 25/12/2022، واستنوني في الفيديو اللي جاي عشان مهم جدا هقول لكم السبب الحقيقي اللي عشانه سعد المجرد هيعمل حفلة هنا في مصر يوم 29/12/2022 في شرم الشيخ منتجع تاج محل. اشوفكم على خير في حلقات تانية كتير. ما تنسوش اللايك والشير، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. استنوني في الحلقة الجاية عشان مهمة جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.